اليوم وعلى مشاريف انطلاق المعرض الدولي للفلاحة بمكناس اللي هو مرة أخرى مبادرة ملكية. وبهذه المناسبة وكذلك في إطار يعني تتميم دفتر تحملات للنقل الحضري لشركة سيتي بوس، اليوم غادي نقوموا رفقة السيد العامل وأعضاء مجلس جامعة مكناس ومجموعة من الفاعلين في المدينة بتدشين هذه الحفلة هذول اللي العدد ديالهم 14. كيف كتشوفوا معايير دولية اللي كتختار من جميع يعني الشروط ديال الراحة ديال الزبناء. كذلك الطاقة الاستيعابية هي كبيرة، هادشي كنا كنلحوا عليه لأنه الحافلات خصهم يكونوا كبار، تكون فيهم الراحة، تكون فيهم ظروف الراحة، تكون فيهم الويفي كيف كتشوفوا، يعني مجموعة من يعني من المعايير. الحمد لله اللي احنا جيت سعداء أن الشركة استجبت للساكنة واستجبت لمجموعة من الإكراهات اللي كتشوفوها وكنشوفوها احنا في مجموعة من يعني من المراكز ديال التواصل الاجتماعي، واللي في الحقيقة ما كتشرش مدينة مكناس. وكان اليوم نحن جيت شهداء. وهذه المناسبة بغيت نشكر السيد العامل لأنه هو كبنا ويعني وكيف تقولوا دار الضغط ديالو باش أن الشركة توفي فترة التحملات. بالإضافة إلى ذلك بغيت نشكر الإخوان في مجدي جميعا، لا أغلبية ولا معارضة، لأن هذو من الملفات يعني في جميع الدورات كنهضروا عليه وكيلحوا عليه، لأن الساكنة فعلا اللي ما كيكونش النقل الحضري اللي هو واحد الخدمة عمومية حيوية يعني كيكون إشكال في المدينة. والحمد لله كيف كتشوفوا اليوم يعني هذه تكون واحد البداية ديال الانفراجات، ونتمنوا كذلك أننا نمشيو في 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 يعني في تجديد الأسطول ولما لا بحافلات كهربائية إن شاء الله في المستقبل. فالعدد هو 14 الحافلة، اليوم كاينين 8، غادي يكونوا 6 اللي هما بهم غادي نكملوا ونستوفيو الشروط والتزامات ديال الشركة فيما يخص المدينة، فيما يخص العدد والنوعية ديال الحافلات اللي خصها تلتزم بها. فالحمد لله يعني التزمت بهم وغادي نواكبوها باش أنه حتى الحافلات اللي كتستعمل الآن أنه كذلك إما يتم الإصلاح ديالها ولا كذلك يعني أنها تبدل باش مرة أخرى الراحة ديال المواطن وديال الساكنة ديال مدينة مكناس ونمشي حدنا حنا. فعلا من ضمن الأمور اللي خصنا نلحوا عليها كاملين أنه تكون عندنا المواطنة، لأن هذه الحافلات ديالنا كنركبوا فيهم كل نهار، كيركبوا فيهم مجموعة من المواطنات والمواطنين، فالمحافظة عليهم كنحافظوا عليهم، راه كنحافظوا كذلك على واحد يعني واحد الإمكانية ديال التنقل اللي غادي نركب فيها اليوم وممكن نركب فيها السيمانة الجاية والأسبوع المقبل. إذا حافظت عليها راه كنحافظ على يعني واحد الخدمة عمومية اللي كنطالب بها. ما يمكنليش ما نحافظش عليها او نمشي كنتشكى انه ما كاينش الحافلات، فانا جيت واثق انه ان شاء الله انا كنعرفوا الساكنه المكناسيه هي مسؤوله باش كننا نحافظوا على هذه الحافلات هذو يعني لاطول مده ممكنه. ولكن الحافلات عندهم العمر ديالهم اللي كيكملوا كيساليو، ولكن نتمنوا اننا نحافظوا عليهم باش يكملوا هذاك المده ديالهم في احسن ظروف. شكرا. هذا الباقي من الاستثمار على حساب اخر ملحق، الباقي من الاستثمار 14 الحافله جديده تم التسليم ديالها اليوم، 8 سلمناها دابا عاد وغتبقى واحد 6 خلال اسبوعين غادي يتم التسليم ديالها ان شاء الله تعالى، واللي الغلاف ديالها المالي ديالها تقريبا واحد 2 مليار و100 مليون، ومن بعد 3 سنوات الصفقه كلها ستتغير وغادي تبدل الاسطول برمته عن اخره ان شاء الله تعالى. خلال 3 سنوات ان شاء الله تعالى، 3 سنوات لا الصفقه قد لا 3 سنوات ونص. شكرا. اليوم احنا امام حدث مهم ومهم بزاف لمدينه مكناس كساكنه عماله ومجلس بلدي طبعا شركه سيتي باص. الحدث هو تلبية المادة من مواد دفتر التحملات فيما يخص البرنامج الاستثماري الأسطول اللي عندنا، استثمار اللي بدا في سنة 2016 واللي تم الاقتناء أولا 103 ديال الحافلات في إطار هذا البرنامج الاستثماري، وتم اقتناء أيضا 14 حافلة من الفئة الكبيرة تتمة لما قد جاء في الاستثمار الأولي.
اللي غيخلي الاسطول بمدينه مكناس يوصل ل 117 حافله استجابه طبعا لدفتر التحملات والملحق رقم 3 اللي كيشرك المجلس البلدي بمدينه بشركه سيتي باس. التكلفه تاع الاسطول الجديد ديالي الاستثمار التعاقدي وصل لحد الان الى 103 مليون ديال الدرهم اللي يشمل 103 ديال الحافلات كدفعه اولى و14 الحافله اللي تم اقتناء ديال هاد 14 الحافله من فئه الكبيره. القيمه الاجماليه للتكلفه وصلت ل 21 مليون درهم و140 الف. انت غادي توصلوا للتتمه تاع الاسطول؟ غيكون التتمه ديالو ان شاء الله في غضون هذا الاسبوع. دابا عندنا 8 ديال الحافلات في غضون هذا الاسبوع غادي يتم غادي نلحقوا واحد جوج ديال الحافلات اخرى في انتظار 4 ديال الحافلات غادي يبقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكونوا في الاسبوع المقبل.